مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامجكم الرياضي الاسبوعي على قناه ميديان تي في، برنامج الماتش. والبدايه كالعاده بابرز العناوين. بشق الانفس وبطريقه قيصريه، المنتخب المغربي يتاهل لدور المجموعات من تصفيات كاس العالم رغم الهزيمه ديالو في بطا امام منتخب غينيا الاستوائيه بهدف واحد، مستفيدا بالتالي من فوزه في لقاء الذهب بهدفين لصفر. طريقه التاهل حبست الانفاس ووضعت الكثير من علامات الاستفهام حول مستوى المنتخب المغربي ومستقبله في تصفيات مونديال روسيا. في البطولة الاحترافية وفي غياب الوداد، المتصدر اتحاد طنجة ينفرد بالمركز الثاني ويضيف نهضة بركان لقائمة ضحاياه. النادي القنيطري أذاق أولمبيك أسفي طعم الهزيمة الثانية على التوالي، والكوكب المراكشي استرجع نغمة الفوز وألحق بالضيف أولمبيك خريبكا الهزيمة الثالثة على التوالي، الرابعة في بطولة الموسم الحالي. في مسابقة كأس العرش، المباراة النهائية ستقام يوم الأربعاء المقبل في الملعب الكبير لمدينة طنجة. نزال من نار في الانتظار بين حامل اللقب الفتح الرياضي وبين من حن للكأس الفضية أولمبيك خريبكا الفائز باللقب الأغلى قبل عقد من الزمن. يعني شنا فريق الفتح اللي منظم وعرف كيفاش يفوز على فريق الرجاء اللي فريق كبير، يعني احنا ما ندخلوش باش ندخلو باش نلعبوا كره ونحتاطموا من هذا الخصم هذا. تنحترموا فريق اولمبيك خريبكا كيف ما تنظمت او تحترموا، لكن المقابلات النهائيه فهي تتخضع لبعض الجزئيات اللي ما خصناش يعني نهبطوا يدينا فيها. في نهائي الكأس تنافس رباطي خريبكي، وفي نهائي الكأس تنافس مغربي تونسي في دكة البدلاء. وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي وبعنفوان وطموح الشباب يمني النفس بلقب تاني على التوالي، وأحمد العجلاني مدرب أولمبيك خريبكا ترك البصمة ديالو في الفريق الفوسفاتي ويطمح للكثير مع فريق أولمبيك خريبكا. خريبكا حسيت بروحي بنيت شيء، ونحس اللي معنا العلاقه كبيره، ونحس اللي انا لو خرجت من خريبكا الفريق باش يوقع له باش توقع له هزه. كتبدا لا كارير ديالك ديجا باغ ان بالماريس، انا كنعرف سي با فاسيل بوغ ان انترينور بوغ فير دي تيتر، دونك فوالا موا دي ما بروميير اني جي رومبورتي ان تيتر، سي بليزون. مشاهدينا الكرام، قبل ما نمشيو كل هاد المواضيع، البدايه غادي تكون وعلى غير العاده بفقره كلام الكاميرا. Aber dass der Tag eine solche Wendung nimmt, das reißt uns allen den Boden unter den Füßen weg. Es wird definitiv heute, das kann ich Ihnen versprechen, nicht ein Wort mehr über Fußball geredet hier auch von uns. Das möchte keiner mehr. Der Bundestrainer ist jetzt gerade aktuell in der Kabine, wird seinen Spielern natürlich von diesen schlimmen Ereignissen berichten. إذن حتى الرياضة ما سلمتش من الإرهاب. مباراة كرة القدم اللي جمعت ما بين فرنسا وألمانيا يوم الجمعة الماضي كانت هدف لعملية إرهابية من ضمن يعني عدة تفجيرات اللي مسات مناطق مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس. ومن حسن الحظ أن الانتحاريين اللي كانوا يعني كيستهدفوا الآلاف من الجماهير اللي كانت حاضرة في ملعب ستاد دو فرانس ما تمكنوش يدخلوا الملعب، وإذا كانت تكون يعني كارثة، خاصة أن الأمر كان كيتعلق بمباراة كبيرة ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الألماني. وكان اليوم في تصريح لوزير الداخلية الفرنسي قال بأن الهدف كان هو إذن الآلاف ديال الجماهير اللي كانت في ملعب ستاد دو فرانس، 80 ألف متفرج اللي كانوا حاضرين هذه المباراة.
يعني في الوقت اللي كان خاص تكون يعني هذه المباراه يعني حصه من الفرجه انقلبت الى حزن بعد يعني ما سمعوا اللاعبين تفجيرين وهما يعني كيلعبوا هذه المباراه ومن بعد ما وصلتهم يعني اخبار يعني عما حدث في مناطق متفرقه في العاصمه الفرنسيه. هناك كذلك يعني وفاه شاب مغربي في هذه يعني العمليه الارهابيه. الشاب يعني كيتجاوز 28 سنه وكان من بين ضحايا هذه العمليات الارهابيه اللي يعني كانت مدينه باريس مسرح لها. مشاهدينا الكرام نرحب باسمكم بضيوفي اليوم في هذه الحصه ديال برنامج الماتش. محمد سهيل مرحبا بك. مساء الخير، تحيه لك الاخوان الاعلاميين الحاضرين معنا ولجمهور الماتش. معنا كذلك الزميلين هشام رمر. مرحبا بك هشام. مرحبا جلال ومرحبا بالمشاهدين. فؤاد الحناوي مرحبا. اهلا بك جلال، اهلا بكل المشاهدين والمشاهدات الكريمات. اذا كما شفنا في العناوين مشاهدينا الكرام، الحصه الاولى خاصه للمنتخب المغربي، ثم الحصه الثانيه للبطوله وكذلك للمباراه الحدث نهائي كاس العرش يوم الاربعاء. نذكركم بانه بامكانكم تشاركوا معنا في هذه الحصة، طرحوا الأسئلة على ضيوفنا عبر صفحة الفيسبوك لقناة ميديان تي في، صفحة الفيسبوك لبرنامجكم برنامج الماتش، البريد الإلكتروني الماتش@ميديان تي في.com. كما يمكنكم تشاركوا معنا برسائل قصيرة اس ام اس على الرقم 5850. إذا في سيناريو اللي يحبس الأنفاس للمنتخب المغربي، انهزم اليوم في باطا امام منتخب غينيا الاستوائيه بهدف لصفر، ويعني تاهل لدور المجموعات من تصفيه المونديال، تاهل قيصري يثير الكثير من التساؤلات حول مستوى ومستقبل المنتخب المغربي الطامح للعوده لنهائيات كاس العالم بعد ان غاب عن 4 دورات متتاليه وعشرين سنه. اخر مشاركه للمنتخب المغربي في المونديال كانت عام 98. خليكم مع التفاصيل والتقرير ديال زميلنا عبد الله الجعفري. بشق الأنفس بطريقة قيصرية بكل الأوصاف التي تعني الضغط وحبس الأنفاس، عبر المنتخب المغربي لدور المجموعات من تصفيات المونديال. هدف الذهاب أنقذ الموقف بعد الهزيمة بهدف واحد في ضيافة منتخب غينيا الاستوائية، وأداء غير مقنع مرة أخرى لأسود غاب زائرهم عن المونديال ومنذ زمن. قبل بداية اللقاء ومنذ التعرف على تشكيلة المنتخب، أصيب الجميع بالذهول من جرأة المدرب بادو الزكي، والذي غير نصف منتخب فاز قبل 3 أيام بإشراك 5 لاعبين جدد في التشكيلة الرسمية. خطوة اعتبرت مجازفة كبيرة من رجل ينظر إليه كمنقذ للكرة المغربية. رفاق المقاتل بن عطية كانوا تائهين غائبين، تاركين زمام المبادرة للمضيف الذي هز شباك الحارس المحمدي مبكرا، ولولا الإحباط الذي تمكن منه في الشوط الثاني لعاد المنتخب صفر اليدين من أول اختبار في المونديال. التأهل لدور المجموعات ليس بالإنجاز الذي يجب أن يحجب واقع المنتخب الوطني الطامح للعودة للمونديال بعد طول غياب. منطق التغيير المستمر أثبت أنه يضر ولا ينفع، ومن غير المعقول أن نتحدث حاليا عن منتخب في ثور البناء بعد سنة ونصف السنة من عودة الزاكي لقيادة أسود الأطلس. في دور المجموعات الحاسم لن تكون غينيا أو المنتخبات التي تصنف من الدرجة الثانية أو الثالثة، بل سيواجه الأسود الفيلة والنمور والنسور والفهود في غابة إفريقية لا تعترف إلا بالقوي، منتخبات من طراز نيجيريا والكاميرون والكوت ديفوار بالانتظار. ومن شاهد الأسود في تصفيات المونديال والكان سيضع يده على قلبه خوفا من مستقبل مظلم، فالاستحقاقات القادمة لا تحتمل المجازفة، وكل خطوة يجب أن تحسب بدقة، لأن الغياب عن المونديال أو الكان سيضع الكرة الوطنية في غرفة الإنعاش التي سكنتها منذ زمن وفي كل الفئات. اليوم لا نضع الزاكي في قفص الاتهام أو نمنحه صك البراءة، بل ندق ناقوس خطر يحيط بمنتخب يبحث عن ذاته، وفي طريق البحث إمكانيات وفرت وبسخاء كبير. أما النهج فيحتاج إلى التعديل والتغيير من أجل مستقبل أفضل للكرة الوطنية.
إذن المنتخب المغربي انتزع التأهل من رحم المعاناة. شفنا المباراة يعني زوال اليوم جميع سي محمد سهيل، يعني ما هو تقييمك لمستوى المنتخب المغربي في ضوء هذه المواجهتين أمام منتخب غينيا الاستوائية، مباراة يوم الخميس بأكادير ومباراة اليوم؟ إذا تسميات كثيرة سمعناها من بعد نهاية المباراة، شيء طبيعي الحديث عن تأهل قيصري من رحم المعاناة. وأشرتي واسمح لي لأن غادي وهنا أخي هشام غيأكد الأمر، لأنه كنت نتمنى أنهم يشوفوا ونصورك تقريبا في العشر دقائق الأخيرة اللي تبعنا. ومشكور أخي جلال، يعني ما كانش بإمكانك تصورني لأني هربت. هربت بالفعل أنه العشر دقائق الأخيرة، يعني وأنت نموذج من نماذج كثيرة، لأنه اليوم الحديث على أنه المغرب والشعب المغربي وهو كرة القدم في المغرب، ربما الحديث عن الضغط، عن السكري، عن المرارة. لماذا؟ لأنه لا أحد كان ينتظر أن يعني يتم تأهل المغرب بهذا الشكل. صحيح أنه هناك الحديث عن بعض الغيابات، صحيح أنه أشياء كثيرة، لكن لا أحد كان يتصور أن نواجه غينيا الاستوائية، البلد المغمور، بلد أقل من مليون نسمة، لا يشارك في بطولة كأس إفريقيا إلا حين ينظم. ربما أنه كان يجي أحد ويقول لي أنه قبل ربما واحد 16 و 17 يقول لي أنه غينيا الاستوائية ستتحكم في المباراة وتوصل نسبة امتلاك الكرة إلى ما فوق 60، غنقول لها أنت مجنون. لكن هذا الأمر تأكد للأسف، لأنه لاحظنا أنه المنتخب اليوم لم يكن في يومي كان أداء جد سيء، ما كانش حتى خمس لمسات. وبالتالي الحديث عن أداء اللاعبين، عن أداء المدرب، لأنه هذه أمور ممكن خلال الحلقة أنه نتكلم عليها. يعني ما بغيناش نكونوا قاسيين على المنتخب المغربي، لكن فؤاد ربما يعني منتخب غينيا الاستوائية كان يعني الأحسن في هذه المواجهتين وظهر بمستوى أحسن من المنتخب المغربي. نعم، إذا قدرنا نكونوا قاسيين وتغير الأمور نحو الأحسن نكونوا ماشي غير قاسيين، نكونوا أكثر من قاسيين. لكن ربما مهما بلغت القسوة ديالنا وقسوة الجمهور أو قسوة الملاحظين أو المتتبعين للشأن الكروي، فللأسف لن تغير في الأمور شيء. لأن شفنا للأسف في المباراتين إلا قمنا بواحد الحصيلة، شفنا منتخب مهزوز متفكك. صحيح هناك غيابات اضطرارية شفناها في المباراة الأولى نظرا للإصابات، لكن هذا لا يشفع للمنتخب المغربي، لأنه لا يمكن الاعتماد على ثلاث أو أربعة لاعب. هذا منتخب كيتشكل منذ سنة ونصف مع الناخب المغربي، مع الطاقم الفني. الناخب المغربي اللي ذكر بأنه غيوجد منتخب لشهر يناير 2015، يعني في إبان كأس إفريقيا الأمم اللي كنا غنحتضنوها، لكنه يبدو أنه يعني من يناير 2015 إلى الآن فلا نتوفر على منتخب، لا نتوفر على فريق متكامل، بالرغم من هذا الزخم الكبير من العناصر اللي كيتوفر عليها المنتخب المغربي. نتذكر لقاء يوم الخميس حتى الفوز بهدفين لصفر كان فوز يعني غير مقنع بالبتة. المنتخب المغربي وجد صعوبات كثيرة أنه يخلق فرص للتسجيل. صحيح كان هناك هدف مرفوض، صحيح كانت هناك ربما طرد تعسفي من طرف الحكم الجنوب الإفريقي، لكن كل هذه المعطيات لا يمكن بالبتة أنه يعني تشفع لهذا المنتخب. غير مسموح جلال، غير مسموح للمنتخب المغربي أنه يتلاعب بالمشاعر ديال 40 مليون مغربي اللي كانوا كلهم واضعين الايدين ديالهم على القلوب ديالهم، كيتمنوا انهم يشوفوا منتخب قادر يعطي غير بعض اللمسات ديال المنتخب قادر انه يتطور. اليوم ما شفنا ولو فرصه واحده لتسجيل للمنتخب المغربي، ما شفناش خمس او ست تمريرات بين العناصر. شفنا تغييرات تكتيكيه ديال الناخب اللي الكل تفاجئ بها، يعني من الكبير الى الصغير، ربما نرجعوا لها فيما بعد. حقيقه ان كما ذكر يعني احنا في الكواليس نقول كان غير مسموح للمنتخب المغربي والطاقم الفني انه يرفع من ضغط المغاربه، انه يرفع من نسبه السكري بالنسبه للمغاربه. نعم، انه يخلق متاعب صحيه للعديد من المغاربه اللي اليوم ربما كانوا يعني يصبحوا مرض اكثر من الامس. ربما فؤاد لا سيل بون نوفيل اليوم صراحه نقولوها، لان هذا الشيء اللي يعني كنتكلموا عليه راه متفقين عليه، لكن يعني تصوروا معايا لو كان خرج
المنتخب المغربي من هذا الدور التمهيدي كانت عتكون يعني المصيبه الكبرى بالنسبه لكره القدم المغربيه. لذلك اقول لك هنيئا انت او المنتخب المغربي هشام رمرم. بطبيعه الحال التاهل كاين، يمكن انه كل شيء كان كيتمنى التاهل، ولكن الان استشراف ديال المستقبل هو اللي ولا فيه مشكل. يمكن انه المباراه يمكن لحظه وفاتت، يمكن انه كما قال زميلي فؤاد انه كان نوع من الضغط على اللاعبين علينا حنا كجمهور، يمكن على جميع المغاربه اللي كانوا وراء المنتخب، ولكن يمكن استشراف المستقبل هو اللي غيوضع الان علامه استفهام، لانه تابعنا تصفيات كاس افريقيا، تصفيات كاس العالم. الان ولا السؤال المطروح هو بالفعل واش حنا ممكن نقارعوا منتخبات اللي يمكن انها اقوى من غينيا الاستوائيه، والدور المقبل بطبيعه الحال فالمنتخبات اقوى، طموحات اقوى، وغيولي حسابات النقاط حتى هي فيها مشكل، لانه كل مجموعه غيتاهل منها منتخب. هذا مشكل مطروح. المنتخبات اللي غنواجهوها هذا مشكل حتى هو مطروح. الان كانت سنه ونصف تقريبا ديال اعداد المنتخب، يمكن انه باعتراف الطاقم انه كانت يمكن انه ما كانش تشويش كثير على المنتخب كيف ما يعني ولفنا، كانت هناك واحد النوع من الحمايه اللي بغينا نقولوا للمنتخب، لانه التجارب السابقه بينات بانه كان دائما كيكون المنتخب يعني واحد النوع من التشويش، يمكن انه من المحيط القريب والمحيط البعيد كذلك، مساله الامكانيات. ولكن كنظن الان السؤال مطروح هو انه واش هاد سنه ونصف كنا كنعدوا منتخب، ولكن الحصيله كنظن انه كاين فيها مشكل. يعني تكلمت قبل لحظات على واحد لابون نوفيل، كاينين جوج، هو ان المنتخب المغربي تاهل، وان اللقاء القادم له في هذه الاقصائيات سيكون يعني بعد اقل من سنه، يعني شهر اكتوبر 2016، ربما تكون فرصه ل يعني تصحيح الكثير من العيوب اللي بانت في هذا المنتخب المغربي من بعد المشاكل اللي يعني تكلم عليها الجميع مباشره بعد نهايه هذه المباراه. يعني الطريقه اللي لعب بها المنتخب المغربي اليوم، التغييرات الكثيره اللي يعني حصلت في هذا المنتخب، استعمال يعني بعض اللاعبين ماشي في الاماكن ديالهم، المغامره ب لاعبين كيشاركوا لاول مره مع المنتخب المغربي في مباراه رسميه خارج الميدان، يعني في اقصائيات كاس العالم كتيغادوين وكفيصل فجر، ولاحظنا وكما تكلمنا قبيله ما كناش كنشوفوا يعني شي امكانيه ديال شي يعني فكره ولا شي شراره ولا شي حاجه اللي يمكن تمكن المنتخب المغربي من يعني تسجيل هدف او يعني طمأنت الجماهير الكثيره اللي كتشاهد المباراه. إذا قبل هذه المواجهه ذهابا ايابا كان جميع المغاربه، تكلم الشعب المغربي صغيره وكبيره، كان هناك اجماع على انه التدبير ديال المجموعه وديال استدعاء اللاعبين كان يتم بطريقه فيها الكثير من فقدان للبوصله، سميه فقدان البوصله لسبب بسيط، هو انه خلال 18 شهرا يعني اكثر تقريبا من 68 لاعب تم استدعائهم للمنتخب. فقط نتكلمك على المباراتين الاخيرتين، هناك 18 لاعبا حمل قميص وشارك، وهذا رقم كبير. فنتكلموا على مباراتين في ظرف 30، ربما نتكلموا على الطراوه البدنيه، لكن نتابع هاد 18 اشهر كان فيها يتمناها اي مدرب، نتكلم معك بكل صراحه، بعيدا عن التشويش، بعيدا عن الحسابات ونتكلم انه كانت هناك تقريبا 16 مباراه فيها 13 مباراه وديه، هذا امر يحلم به اي مدرب، لانها خلال الفتره ستسمح له هذه المباريات الوديه بالتجريب، لكن لاحظنا انه كان يتم تجريب لاعبين، بعد ذلك يتم اقحام لاعبين لاول مره ما شاركوش، وحنا نعرف السر معروف في كره القدم هو الانسجام، هذا الامر يغيب عن المنتخب، يغيب عن المنتخب، لاحظنا لان كل مره تشكيله لاعب يلعب يا في الوسط مع لاعب جديد يا اصلا في الدفاع نفس الشيء في الهجوم. وزاكي الذي كان ايضا نتكلم من منذ 2000 تقريبا و5 2006 لما غادر، وكان ايضا في تجارب سابقه لمدربين اخرين غيريتس وغيرهم، كان ايضا يتكلم على هذه النقطه، ايضا كنا نتكلم، وكان ايضا من خلال تصريحات كثيره للناخب الوطني سابقا لما كان خارج المنتخب كان يتكلم عن النقطه. فاذا به نجد انه خلال هذه الفترة يقع في نفس المحظور، ما بين قوسين، انه نسعى الجميع يسعى ان يكون هناك فريق منسجم، تعرف اللاعب الاساسي، تعرف اللاعب الاحتياطي، الان حتى الاحتياطيين لم نعد نعرف، لانه بالفعل انه تاتي في مباراة قال جرأة
يعني اخي الجعفري استعمل كلمه جرأة، يعني تغيير خمس نصف الفريق، تغيره في مباراه حساسه، تغيير يعني عنده حتى سؤال كبير. تلعب في بلدك بمهاجم واحد وخارج بلدك تلعب بمهاجمين، يعني هناك امور كثيره. لكن لما نتكلم عن الجرأة نعرف انه الزاكي معروف بشخصيته القويه، قد تصل به الى العناد في حالات كثيره، وهذا الامر لاحظنا لانه دائما تتفاجأ مع اختيارات الزاكي. لن نتشائم، لكن على الزاكي يعرف انه بالفعل هناك غضب، غضب الان على الطريقه التي دبر فيها. نعرف انه المدرب بشخصيه كبيره، نتمنى ان نراه فريقا بشخصيه قويه، هذا الامر لا نراه لانه بالفعل لم يتم تدبير هذا الامر. كان هناك يعني اشياء كثيره حصلت في هذا 18 اشهر، نحس بان واحد المهندس يبني في واحد البنايه، يبني هذا الجدار، تنتظر كتقول انه هذا الجدار ربما هنا غادي تكون كوزينه، فكيكسر الجدار وكيبدا يبني جدار اخر. فكنحاولوا نتبعوا الزاكي في الخيارات. نعم. صحيح كندخلوا في متاهه، انا صراحه ادخل في متاهه. يعني يبدو، ونعطيك فؤاد الكلمه، غير بغيت نتكلم على هذه نقطه التشويش. يعني برنامج كالماتش اليوم، يعني الهدف ديالنا ماشي هو التشويش، بل يعني محاوله شرح، محاوله تصير. اعطاء الرأي ديالنا، محاولة تشخيص الوضعية ديال المنتخب المغربي. هذا لا يعني أننا نحن على صواب، بل احنا رأي هو مجرد رأي، وأن الاختلاف في الود في الرأي لا يفسد الود. وكان في المغرب يفسد الود ويفسد القضية ويفسد كل شيء. لا، الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، وحنا نكن الاحترام كل يعني أعضاء هذا الطاقم التقني ديال المنتخب المغربي، لكن يبدو أن ليست هناك قناعات فؤاد فيما يخص تسيير الجانب التقني للمنتخب المغربي. هناك يعني كل يوم كل مباراة يعني تشكيلة جديدة، قرارات جديدة، قناعات جديدة. وتحدث جلال على التشويش ويقول مثال الغربال أو الشمس، الغربال لا يحجب الشمس. يعني هناك شفنا مباراة وشافها الجميع، ويعني حتى الجمهور المغربي الآن مختلف على الجمهور ديال هذه 21 أو 30 سنة، لأن الآن العالم أصبح قرية صغيرة، وأصبح الكل يعني حتى أطفال صغار يقدر يدلي برأي تقني ويكون رأي صائب، يعني لأنه كيتبع قنوات، كيتبع مباريات عديدة في ديال دوريات كبرى. فبالتالي يعني نقدر نقولوا أن الكل عنده الآن قناعات. وحنا يعني لا أنت لا جند ربما حتى هشام أو حتى سي محمد، يعني مكالمات عديدة اليوم بعد المباراة، يعني فعلى صفحات الفيسبوك أيضا العديد من من الآراء، والكل كيبغي يعطي الرأي ديالو، لأن شفنا أنه كان هناك تذبذب ديال المستوى المنتخب المغربي. تحدثنا على اللقاءات الوديه، كنا كنشوفوا مستوى متذبذب في هذه الطاوله. انتقدنا المردود ديال المنتخب المغربي امام الكوت ديفوار وامام غينيا، لكن قلنا هذه ما هي الا مباريات اعداديه، لا يمكن ان تشكل مقاس، ننتظر المباريات الرسميه لكي نحكم حقيقه على مستوى المنتخب المغربي، لانه اخيرا المنتخب المغربي لم يقدم اي لقاء قوي. يعني وشفنا بواحد الصوره جميله، ربما 20 الى 30 دقيقه مع منتخب الكوت ديفوار لا يمكن ان تشكل مقياس، او 40 دقيقه امام منتخب الاوروغواي مثلا، لكن هذا كتلعب امام منتخب اوروغواي ماشي ما كتلعب مع منتخب افريقي. تحدثتي على اللائحه ديال اللاعبين منذ مجيء الزاكي في ماي 2014 الى يومنا هذا، يعني استعمل اكثر من 68 او حتى حوالي 70 لاعبا. بعض اللاعبين وكنا كنتحدثوا انا وجلال كيقوموا بالرحلات مع المنتخب ذهابا وايابا، ما تعطاتهمش الفرصه ولو لثانيه واحده او دقيقه واحده. ابرهون مدافع فريق المغرب التطواني، او الحاج مدافع فريق الرجاء البيضاوي، كيقوموا بالرحلات مع المنتخب المغربي والتربصات، لكن ما تعطاتهمش الفرصه. صحيح كانت هناك غيابات ديال اللاعبين الاساسيين في لقاء الذهاب كعبادي والاحمدي، لكن الطاقم الفني انت كتعرف هاد اللاعبين، كتعتمد غير على هاد اللاعبين هادو، عمرك ما حاولتي انك تجيب لاعبين اخرين لتجربهم في نفس المكان، تحسبا للاصابه ديال هاد اللاعبين او التوقيف ديالهم في مباريات او طرد او من شيء من هذا القبيل. فبماذا نفاجئ؟ نفاجئ في لقاء المنتخب غينيا الاستوائيه ذهبا بدخول لاعب سعدان، كيلعب اول مباراه يعني رسميه له مع المنتخب المغربي، اقحام عدوى للامام، وحنا معروف ان عدوى يعني رجل المهمات الصعبه، كيلعب مدافع، كيلعب على مستوى الميدان. اين هو القراءه ديال الناخب المغربي اللي يقرا هاد الظروف اللي كتجي في مباريات ظروف؟ ناهيك على الغياب ديال الزعربي داعي الاصابه، اين هو الظهير الايسر اللي كان ربما كيشكل الثنائي او
البديل ديال الزعر ما كانش عندنا حتى شي بديل طوال هذه المباريات، فبدأ نفاجأ باستدعاء كاروشي اللي كيلعب ايضا اول مباراه ديالو مع المنتخب المغربي. ناهيك على اللقاء يعني المفاجاه اللي الكل اصيب يعني بالمفاجاه باللائحه ديال لقاء الاياب امام يعني نهار اليوم امام غينيا بدخول لاعبين كيشكلوا يعني اول ظهور لهم ضمن الاسود. اين هما اللاعبين اللي اعتمدت عليهم هاد الاشهر كامله كقادوري كياجور كلاعبين اخرين؟ صحيح حقيقة كنضحوا أكثر 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 مع علامة استفهام حول هاد الخيارات هذه في لقاءات حاسمة من هذا الحجم. واش ما يمكنناش كذلك نقولوا بأن هذه كانت قرارات جريئة من طرف المدرب غامر أقحم لاعبين لربما كانوا يعطوا كذلك شيء الكثير للمنتخب المغربي؟ نعطيك الكلمة هشام بعد نشوفوا العديد يعني ديال المئات من الرسائل ديال المشاهدين الكرام نعطيهم كذلك الكلمة فتح حسن. هو كاين مشكل ديال التراتبيه ديال اللائحه، لانه ملي كنديروا لائحه كنديروا لاعب اللي غيمكن يكون رسمي والبديل ديالو هو اللي غيكون في هذيك اللائحه اللي يمكن انه كيكون. الغريب هو انهم اللي ما كنعتمدوش على اللاعب الرسمي لسبب ما كيولي لاعب اللي تستدعى اول مره هو البديل، في حين انه البديل خصو يكون هو اللي ضمن هذيك اللائحه اللي درنا. هذا مشكل في التراتبيه. يمكن انه كاينه اختيارات، يمكن انه كانت مشكل في الاختيارات ديال اللاعبين، كان مشكل ديال المغامره كما قلتي، ولكن انه من الصعب جدا انه المباراه يمكن انه فيها شوطين، كان الشوط الاول تلعب في المغرب اللي كان المغرب انتصر فيه بهدفين لصفر، وهي نتيجه نسبيا كانت مريحه بما انه المنتخب الغيني ما سجلش في المغرب، ولكن ملي كنمشي كنلعب مثلا مباراه في باطا فهذا يعني انني مازال كنلعب على التاهل ومازال حتى حاجه محسومه، فاذا به كنغير 50% من اللاعبين دوك لي جوار دو شون، انني 50% يعني راه خمسه اللاعبين راه نصف فريق اللي داخل الى حيتي حارس المرمى. هنا كيولي مشكل مطروح، هو انه في ظل هذه السنه ونصف كنا كنخدموا على الانسجام. الانسجام هو كقاعده وكهدف اللي هو منشود من بعد واحد التوقف، لان المنتخب كان منتخب غبر ديال المغرب، ما بقاش عندنا منتخب، بدينا يمكن انه من نسبيا غنقولوا بدينا من الصفر. اشتغلنا على الانسجام فاذا به في مباراه مصيريه كنجيو كنبدلوا لاعبين اللي ما لعبوش مع بعضياتهم وفي خط اللي هو حاسم واساسي مثل خط الوسط، يعني لاعبين غيكتشفوا بعضياتهم في مباراه حاسمه، اللاعبين يمكن انه خصهم يتاقلموا مع بعضياتهم، يمكن حتى نفسيا واش قابلين يلعبوا ما بيناتهم او لا، يعني هذا امر اللي يمكن انه كان خطا فادح جدا بالنسبه اللي يمكن انه تجربه الزاكي ولا بالنسبه انه انتظارات ديال المنتخب. ولكن باش نكونوا موضوعيين، انه كانت مشاكل في اختيارات، كان مشكل يمكن انه في تدبير المنتخب، ولكن كاين مشكل حتى في اللاعبين كفرديات في المغرب، لانه كاين اشياء اللي ما عندهاش علاقه بالتكتيك واللي ما عندهاش علاقه بالاختيارات التقنيه، انه كاين لاعبين اللي يمكن انهم داروا اخطاء اللي هي فرديه كبيره، لاعب اللي كيكون متكون في اوروبا ومتكون في مراكز التكوين اللي يمكن مشهوره، ولكن شفنا انه اخطاء فرديه، وهذا كيطرح تساؤل انه واش جميع اللاعبين اللي كيلعبوا المغاربه في اوروبا انهم كلهم صالحين باش يلعبوا في المنتخب. الاخطاء كتجي انت ملي كتحط لاعب ماشي في المكان ديالو، ولاعب اللي اليوم مثلا شفنا ان فجر وان اللاعب تيغي دويني اهانه بالنسبه لهذا اللاعب، الامكانيات هائله وعاليه وكتخرجوا في دقيقه 37، هذا يعني ان خطا ديال المدرب اللي ما وضعش ما اختارش العنصر المناسب في المكان المناسب. ولكن كاين لاعبين يحملوا اللاعب فوق الطاقه ديالو. لا دابا انت كتهضر لي على حاله استثناء، ولكن كاين لاعبين اللي رسميين وملفين كيلعبوا مع المنتخب، ولكن في المباريات اللي خصك توقف عليهم كتعتمد عليهم انه هذيك التراكم ديالو ديال كلاعب محترف ويمكن انه متكون في اوروبا ما كيعطيش ديك الاضافه، وهنا غندخلوا لذاك النقاش ديال واش المحلي واش اللي يمكن انه هشام ربما انا في وجهه نظري اللاعبين اللي كيلعبوا مع المنتخب لهذه سنوات يعني اليوم عطاو ما كان منتظر منه، سواء تعلق الامر ربما بالعميد بن عطيه اللي بالرغم من الاصابه قدم له مباراه كبيره، عدوى يعني قام بعمل كبير على مستوى خط وسط الميدان، يعني هذوك عنصرين. بالنسبه للتالق ايضا اللاعب اللي كان خدا مكانه كظهير ايمن لاعب فؤاد شفيق، يعني اعطاته هو ما كان منتظر منه، ربما الاخطاء او النقص ديال المردوديه كانت من اللاعبين اللي دخلوا لاول مباراه يعني كاللاعب شاكير كاللاعب فجر يعني اول لقاء كاللاعب تغادويني. نقطه اخرى نعطيك الكلمه سي محمد سهيل، ربما التساؤل كذلك هو حول يعني استعمال اللاعبين والعديد من اللاعبين ماشي
في مراكز. المراكز ديالهم ونسميوهم الشاكير وعدوى يعني ماشي في المركز اللي كيلعبوا فيه عاده في وسط الميدان. الاجنحه تكلمت على تيغادوين ولا اللاعب فجر هذاك ماشي المركز اللي كيلعب فيه في الفريق ديالو. كيفاش بغيتي الى وسط الميدان كله يعني ماشي في لا بوزيسيون نورمال ديالو الطبيعيه المركز الطبيعي ديالو يمكن له يزود هذوك المهاجمين اللي هما العربي وبامو؟ غادي نجاوبك غادي نقول بانه في لحظه من اللحظات لما تشوف التشكيله تقدر تقول انه من وجهه نظر فنيه تقنيه انه الزاكي ربما يكون على صواب ربما يكون عارف لان كره القدم هي بالنسبه للمدرب هي عباره عن قرارات غيتضح فيما بعد ان كانت ممكن كان مصيبا او مخطئا انه كيلعب على الظرفيه اللي هي ديال ثلاث ايام اذا هنا الطراوه البدنيه اذا غيهيئ لهم لاعبين اللي على الاطراف لاعبين اللي ما لعبوش المباراه الاولى قبل ثلاث ايام انه غادي يتقدم عندهم شويه باش يمنع لهم كذلك لك عامل المفاجاه لكن الاشكال اين هو؟ هو انه في 18 اشهرا لم تشرك لا فجر ولا تيغدويني ولا بمعنى انك لم تكن تبني هنا فين بغينا نتكلموا بالاضافه لنقطه اخرى انه لما تلعب بمهاجمين على الاقل وسط لاعبي الوسط على الاقل يكون واحد واحد اللاعب اللي محور اللاعب اللي يكون عنده تمريرات اللي خلق اللاعبين على طريق صانع العاب اللي يمكن انه وبالتالي راينا فريق اللي انه لاعبين لمده 18 اشهرا كتلعب بالاربعه 2 3 1 تأتي وتغير خمسة وتغير حتى بالنسبة للعربي صحيح هناك انتقادات كثيرة تصور راسك في محل العربي أنك تلتفت وتلقى لاعبين جدد لا في الوسط لا في الأطراف إذا على الأوتوماتيزمات كرة القدم شوف راه كان فارس وعسيلة راه كيلعب كتحس لأنه من كثرة ما لعبوا جماعيا لأن كرة القدم السر هو انسجام وربما هذا هذه النقطة هذه النقطة اللي غابت وربما أنهم ما نقولش ما انتبهش لانه خبره كبيره الذاكره 25 عام وهو يدرب ربما انه اهمل هذه النقطه كان اليوم انه يغير صحيح خمس لاعبين لكن يكونوا لعبوا على الاقل في 13 مباراه وديه اللي تلعبات في مباراه وتحدثت على المراكز وتحدث الجلال على المراكز عندك لاعبين اللي كيلعبوا في ديك المراكز ابراهيم نقاش لاعب كيتالق مع فريق الوداد يعني مده سنتين وكان هو لاعب وسط ميدان دفاعي فاذا بك كتقحم لاعب اخر اللي ما عنده حتى شي علاقه بديك المركز ديال وسط الميدان الدفاعي تقوم باختيارات اخرى شفنا اليوم ربما ثلاثه ديال الخطوط كما كتشوف ان هناك خط دفاع وواحد خط وسط ومهاجمين منعزلين يعني بدلوا واحد المجهود بدني كبير بدون جدوى خصوصا اللاعب بامو اللي ما وصلوش كرات يعني طوال المباراه. النقطه المثيره بالنسبه لي انا كمتابع هو انه نشوف اننا نذهب الى باطا بتقدم ديال هدفين اذا من ناحيه المعنويات على الاقل تكون عندك واحد الثقه هذا الامر لاحظنا انه لاعبين الجميع خائف. وهنا غنتكلموا مادام نبحث عن تطمينات للمستقبل ما سوف كيف سيكون صوره كيف ستكون صوره المنتخب لما نذهب ونبحث عن النقاط نبحث عن النقاط وربما انهم تعادل هنا وخاصني نجيب نقاط فكيف غادي تكون الصوره لذلك قلت انه الزاكي دائما نتكلم عن الصرامه عن الشخصيه القويه لازم انها تظهر على اللاعبين للاسف انه خلال هذه الفتره الجديده ديال المدرب الجديد القديم زكي حسينا انها تغيب اللي هي هذيك الشخصيه القويه وفريق يلعب بشخصيه لا يعقل نقولها لك لان اقسم لك بالله انه اليوم وانا اتابع المباراه وحتى مباراه الذهاب خصوصا الشوط الثاني حسيت بانه احنا متخلفين كرويا لماذا تلقى فريق مثل غينيا الاستوائيه الذي لا يشارك عنده فون دو جو وكيلعبوا بتحركاته واحد الثقه واحد ليزونس في اللعب غريبه جدا وهذا تابعناه وتكلمنا عليه هذا الامر غير مقبول صحيح انه ربما المنتخب ديالنا غيكبر في المباريات الكبيره لماذا لانه كانت واحد الصوره لا باس فيها في بعض لحظات المباراه مع كوت ديفوار في ايضا لحظات من المباراه مع لكن احنا متعودين على المباريات الوديه انه ربما نعادلوا فرنسا في فرنسا وانتصروا على بلجيكا باربعه ونتعادلوا مع تشيك لكن نحن محتاجين مادام علينا ان نمر من افريقيا ان نكونوا جاهزين لهذه المباريات وتكون استراتيجيه عمل وربما هذه المؤاخذات الكثيره على الزكي ان استراتيجيه العمل كان فيها الكثير لابيرانت كانت متاهه نعم متاهه بالنسبه للطاقم التقني ديال المنتخب المغربي نعطوا كذلك الكلمه للمشاهدين الكرام انس كيقول احمل المسؤوليه لبدو الزكي اللي اساء التكتيك والتغييرات مريم مقوح كتقول الاداء دون المستوى اللاعبين بدون روح قتاليه المدرب تاخر في التغييرات ويجب مراجعه كل نقاط ضعف المنتخب المغربي وتحسينها بباقي الاستحقاقات ينتظر بدو الزكي عمل كبير
كبير ونتمنى أن لا يخيب أمل المغاربة في الوصول للمونديال. إلياس كيقول منتخب بدون هوية ولا طريقة لعب علامة استفهام كبيرة. إشراك لاعبين لأول مرة يلعبون في إفريقيا. هبة شروق كتقول عندما ننظر إلى نتائج المباريات الإقصائية على الصعيد الإفريقي خاصة سنجد أن كبريات الفرق لم تستطيع أن تمر بسهولة، ولا سيما أن المنتخبات ما يسمى بالصغرى أصبحت تخيف وتهدد المنتخبات التقليدية. عماد يقول لا أحمل المسؤولية لشخص، صحيح أن الزكي أخطأ الصواب في إشراك تغدويني وفجر أساسيين لأول مرة لكن التكتيك كان مميز، دفاعنا كان صلب. يقول عماد أشي سعيد زيدان يقول لا تنتظر شيئا من المنتخب ما دمنا كل لقاء نلعب بنصف التشكيلة أو أكثر مغايرة لما سبق. أسامة مدني يقول برافو الزكي، لو كان مدرب آخر لا كان المنتخب المغربي خرج من هذه المواجهة. صلاح الدين يقول أداء جد جد ضعيف، منتخب تائه، لا خطة دفاعية لا خطة هجومية. عمر يقول المهم في اللقاء هو النتيجة. دريس التهامي أداء دون المستوى رغم الغيابات الاضطرارية، فلدينا من احتياط يعني كيقول لابد الاشتغال بكل احترافية للنهوض بالمنتخب المغربي. كلمة أخيرة بسرعة لأن هناك العديد من المواد في هذه الحصة ديال برنامج الماتش، الدورة السابعة للبطولة وكذلك الملف ديالنا اليوم وهو نهاية كأس العرش. دقيقة لكل متدخل، نبداو بالسي فؤاد. نعم، هي دقيقة لنقول أنه ربما اليوم في الوقت اللي كنا كننتظروا علامات تطمئن يعني الجمهور المغربي بحجم هذه الطموحات، بحجم الإخفاق أو بحجم الحسرة وخيبة الأمل، لأننا نشوفوا منتخب وطني اللي قدم ربما إحدى أسوأ مبارياته في الآونة الأخيرة، ربما إن لم تخني الذاكرة تكون أسوأ مباراة أمام الغابون في إقصائيات كأس العالم 2010 بالمنتخب ديال التركيبة الرباعية. لكن ربما هذه المباراة ربما تكون هذه أسوأ من المباراة اللي كنا عشناها أمام الغابون. كل المتمنيات أنه يجب قراءة متأنية لهذه الفترة، يجب قراءة متأنية لهذا المردود، يجب أن لا يمر هذا التأهل مرور الكرام. نقول تأهلنا وننتظر الفترة القادمة، يجب قراءة متأنية واتخاذ ربما قرارات تمضي في اتجاه أننا نوضع أخيرا أسس منتخب قوي قادر على رفع التحديات القادمة. إذن وضع أسس منتخب قوي كيقول فؤاد. هذا ما نتمناه. أعرف جيدا ويعرف المقربون من زكا أنه شخصية قوية لكن عنيد، أتمنى أن تخلص من العناد. لو قدم مباراة جيدة كنا سنكون أول من يتغزل، يعرف بأنه دخل في متاهة منذ فترة، عليه أن يتخلص. هذه نصيحة أخ صغير أنه يتخلص من العناد، لأن هذا منتخب ولا يمكن أنه الجميع يشتكي أنه غاضب من أنك تقدم على تغييرات كثيرة تأتي في مباراة مهمة وتغير نصف فريق، بمعنى هذا تحدي. أتمنى أن يتخلص من هذا الأمر. أفرح المغاربة، أتمنى أن يعيد أنه يقدم لنا الفرحة من جديد، لكن القادم يعني أصعب، فأتمنى له كل التوفيق وأتمنى أن يتخلص من العداد. هذه نصيحتي للزكي. نتمنى التوفيق لبدو الزكي بطبيعة الحال والتوفيق كذلك للمنتخب المغربي. هشام، ويمكن أنه خصنا نوضع أسس منتخب، ماشي فقط هذا هو الهدف، يعني منتخب باش يكون أسس منتخب خصنا نوضع منظومة ديال الكرة اللي تكون قوية، لأنه ملي كنلجأوا الآن نجيبوا لاعب من القسم الوطني الثاني ديال إسبانيا أو فرنسا، فكنظن أنه باقي عندنا مشكل باش نلقاو لاعبين باش يكون عندنا الاختيار. وكنظن أنه دارت أخطاء اليوم، يمكن أنها كارثية، يمكن أنها غتجرنا ثاني لواحد الحديث آخر وديال نقاشات أخرى، ولكن كنظن أنه خص يمكن يكون التفكير بعيد على العاطفة، يكون التفكير عقلاني وما نبقاوش نكرروا نفس الأخطاء، لأنه إلا عدنا التاريخ اللي رجعنا بالتاريخ الوراء فكنلقاو نفس الكلام، أننا كنكونوا مضطرين باش يمكن أننا نكرروه ونجتره، ولكن أنه يمكن أنه مشاكل كرة قدم وطنية يمكن أعمق من أنه نتحدث على أشياء اللي يمكن أنها كتبان في الظاهر. يعني الحديث والتفكير يكون بعيد كما قلتي هشام على العاطفة، بعيد كذلك على الضغط
والخلعه اللي مرينا منها اليوم. ونرجعوا الاسبوع القادم للحديث وتقييم اداء المنتخب المغربي. وكنوجه الدعوه يعني رغم ان بدو الزكي الان راهو في الطائره وعائد من مدينه بازار، الله يجيبه على خير، كنوجه له الدعوه يكون حاضر معنا في الحصه القادمه ديال برنامج الماتش باش يعطي كذلك بدو الزكي يعني الاجوبه ديالو على هذه التساؤلات الكثيره اللي كتهم المنتخب المغربي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليله في الشوط الثاني من الماتش. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الماتش، واللي غادي نبداوه بفقره اخبار الكره. تغييرات اضطرارية عرفتها الدورة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم. لجنة البرمجة التابعة للجامعة وجدت نفسها مضطرة لتأجيل مباراة الرجاء والمغرب التطواني إلى يوم الثلاثاء بداية من السابعة مساء عوض الأحد. السبب هو مباراة تصفية كأس العالم بين غينيا وناميبيا لتبرمجات ملعب محمد الخامس. ظروف صيانة عشب الملعب فرضت هذا التأجيل. تعديل آخر هم مباراة حاسنة أكادير والوداد عن الدورة نفسها، وهي المواجهة اللي تأجلت بسبب غياب ثلاثة لاعبين دوليين عن الوداد، اثنان مغاربة وواحد كونغولي. بعد إقالة مدرب الهولندي رود كرول، الرجاء قدم رسميا مدربه الجديد رشيد الطوسي. مدرب الفريق الأخضر قدم خلال ندوة تقديمه لرجال الإعلام الخطوط العريضة لبرنامج العمل ديالو والأهداف ديالو مع الرجاء. الطوسي قدم وعود بأنه غادي يرجع الفريق إلى سابق عهده وأسلوب لاعبه المعروف به. للإشارة عقد المدرب الرجاوي مدة موسم ونصف. ياسين بامو عاش أسبوع بين الأفضل في مساره الرياضي. مهاجم نونت اللي تألق رفقة فريقه الفرنسي تلقى مكافأة على هذا التألق بتمديد عقده سنة إضافية، أي إلى غاية 2019. بالإضافة إلى هذا الشيء كله، توج الأسبوع ديالو بإحراز أول هدف له في أول ظهور رسمي مع المنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية. بامو بدا كيلفت ليه الانتباه في فرنسا باعتباره من المهاجمين الواعدين، كما أنه من الأسماء المعول عليها في المنتخب المغربي مستقبلا. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كيتوقع بأن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام ستكون من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي. تصريحات صحفية قال رونالدو بأن ميسي سيفوز بالكرة الذهبية لأن الفائز بهذا النوع من الجوائز يتحدد بالتصويت. نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد أشار في التصريحات ذاتها بالقول: أنا قدمت للأرجح أفضل موسم في مسيرتي على المستوى الفردي، كما أنني كنت أكبر هداف في أوروبا، لكن الكرة الذهبية كتحدد بالتصويت. أنا لست قلقا حول هذا الأمر، لقد قلت مرارا أنني لم أكن أتوقع الفوز بها ثلاث مرات متتالية. إذا سي فؤاد، سمعتيش قال رونالدو؟ بلا ما يقول رونالدو يعني كان يقدر ميسي تبليسها شهر جوان يديها. إذا الكرة الذهبية 100% لميسي. جولة جديدة إذا من البطولة الاحترافية اللي يعني كرست اتحاد طنجة وصيف للمتصدر الوداد، وعمقت جراح أولمبيك خريبكا اللي تلقى الهزيمة الرابعة في ضيافة الكوكب المراكشي. أما الماس فأخيرا داق طعم الانتصار وكان على حساب شباب الريف الحسيمي. تفاصيل أوفى في التقرير ديال عبد الله جعفر. بجرأة الكبار اتحاد طنجة يواصل المشوار وباقتدار. فوز جديد بالديار على نهضة بركان، والهدف الوحيد كان للمخضرم رفيق عبد الصمد من ضربة جزاء. هدف من ذهب منح فارس البوغاز الوصافة وحيدا بفارق نقطتين فقط عن الوداد البيضاوي المتصدر. كوكب الكرة المغربية استرجع نغمة الانتصار على حساب أولمبيك خريبكا بهدف القناص بلا البيات. فوز ثالث لفارس الناخيل وهزيمة ثالثة على التوالي للفريق الخريبكي الذي يبدو أنه صب كل اهتمامه لنهائي كأس العرش. في الرباط نهائي الكأس كان حاضرا عند فريق الفتح الذي اكتفى بتعادل سلبي مع الدفاع الحسني الجديدين.
تعادل لا يسمن ولا يغني الفريق الدوكالي الذي استعصى عليه الانتصار حتى الآن. أما الفتح فالحفاظ على اللقب هو الغاية والمناء. غير بعيد عن الرباط في سلا، نادي القنيطري عاد لسكة الانتصار عبر بوابة أولمبيك أسف الجريح، والذي تجرع طعم الهزيمة الثانية تواليا. لمنصفي وبرواس منح فارس سابو نقاطا ثلاث تقاسم بها المركز التاسع مع الجيش الملكي، والعائدي بنقطة التعادل من دون أهداف من ملعب المولودية الوجدية. سندباد الشرق فرمل قطار الفريق العسكري الذي حقق العلامة الكاملة في مواجهة الفتح والكوكب. في الختام، المغرب الفاسي وبعد طول الانتظار يحقق الانتصار وبهدف واحد على الضيف شباب الريف الحسيمي، والموقع المالي علي بدر سلال يتنافس الماس الصعداء ويدخل الشك لعشاق الفريق الريفي الذي تلقى الهزيمة الثالثة في سبع جولات حتى الآن. إذن الدورة السابعة لحد الساعة سبعة أهداف فقط سي محمد. فعلا انه عدد قليل ومازال هناك مباراتين، نتمنى المباراتين انهم يعطونا اهداف كثيره، لكن الشيء الذي يفرض نفسه يعني كعنوان هو التالق والخطة الثابته ديال الفريق الاتحاد طنجه. لا احد كان ينتظر بعد تغييرات كثيره اللي همت تقريبا 90% من تركيبه السنه الماضيه وايضا مدرب جديد، انه الفريق تقريبا خمس الجولات الاخيره ما تقريبا انتصارات وتعادلات ونتائج اكثر من رائعة. عندنا أيضا ألاحظ أنه الفريقين المقبلين على النهائي هناك المباراة النهائية تشوش عليهم، نعم. لأنه ولا واحد فيهم انتصر، أضعت فريق الفتح أضع النقاط في وقت كانت فيه هزيمة ديال أولمبيك خريبكا. إذا أول أيضا أول انتصار نهني المغرب الفاسي، لأنه يعني أحد يتقبل أن يرى المغرب الفاسي، نعم. في تلك يعني الرتبة أول انتصار ديال المغرب الفاسي. كيبقى عندنا فريقين الآن بدون انتصارات هما المغرب التطواني والدفاع الحسني الجديد، في وقت انه الوداد هو الفريق الوحيد الذي لم ينهزم. ممكن الان نتكلم على المتصدر الوداد والملاحق الاول هو اتحاد طنجه، لدينا مباراه حارقه الاسبوع القادم. في حاله انتصار الوداد نتصور مادام انه في ملعب الدار البيضاء ربما فرص الوداد اكثر، ربما غادي يعمق الفريق. الان هناك نقطتين والاضافه لثلاث نقاط اللي غتلعب الاسبوع يعني في نهايه الاسبوع القادم، انه ايضا لديه مباراه مؤجله، فهناك يعني تخوف بالنسبه للمتابع ديال الدوري المغربي انه الوداد يهرب هرب هرب، فغادي تكون يعني صعبه جدا. ربما انه الوداد كما لاحظنا بقوه واضحه في يسيطر في هذا الجزء من يعني الثلث الاول من الدوري المغربي. وين نذكروا المشاهدين الكرام ان السي محمد سهيل ودادي. لا تكلم عن النتائج، النتائج تتكلم عن نفسك. لا انا سويسري والله، الا كنت جاي كنكون سويسري. سويسري شتو اليوم مكحلين انا كيتزرد من الزاويه ديالي. يعني ما ميز يعني النتائج في الدوره السابعه، تكلمنا على اول انتصار لفريق المغرب الفاسي اللي بكل صراحه منذ انطلاق الموسم ديال البرنامج ما تكون دائما يعني كان نقولوا نشيد بالمستوى وطريقه لعب فريق المغرب الفاسي. اخيرا يعني جنى ثمار هذاك المستوى اللي ظهر به فريق الماس. نعم، وربما شفنا حتى الهدف، يعني كان لاعب محظوظ جدا انه يسجل ذاك الهدف بديك الطريقه الغريبه والعجيبه بالنسبه للفريق الفاسي المغرب الفاسي. لكن في نهايه المطاف المهم هو نقاط الفوز الثلاث اللي تخلي الفريق يعني يتنفس نوعا ما الصعداء في انتظار قادم الدورات. الملاحظ هو ان الفرق يعني الزائرة نادرا ما كان تستطع ترجع بنتائج إيجابية، يعني لاحظناها في هذه الدورات يعني منذ انطلاق الموسم انتصارات قليلة وقليلة خارج الميدان، باستثناء الفوز للفريق الوداد البيضاوي في هذه الدورات الأولى، باستثناء ربما انتصار لفريق اتحاد طنجة على الجيش الملكي خارج الميدان. الفتح هذه انتصارين، الفتح شفناه ربما ضحى لماذا؟ لأنه يحارب على واجهتين، على واجهة الكأس وواجهة ربما نعود بعد قليل لمنافسة كأس العرش، يحارب على واجهة كأس العرش وواجهة البطولة. وربما كان تصريح ديال مدرب فريق الفتح الرباطي وليد الركراكي اللي تساء كثيرا أن المباراة تم برمجتها يوم الجمعة على بعد خمسة أيام من المباراة النهائية، وكان كيطالب أن هذه المباراة ديالو أمام فريق الدفاع الحسني الجديد تتأجل باش تسمح ليه أنه يستعد بما أن بالوجه اللائق لمباراة نهاية
كأس العرش، نشاهد هزيمة رابعة لفريق أولمبيك ريبكا، ليس هو الفريق اللي شفناه الموسم الماضي، ربما أيضا الذهن ديالو أيضا في منافسة في المباراة النهائية لكأس العرش، وشفنا أن يعني الفرق اللي ما كتستطعش أنها تقدم نفس المردود اللي كتقدمه في الميدان ديالها كتقدمه خارج الميدان، كما وشر أيضا بالنسبة للفريق نهضة بركان. الحديث كذلك هشام على فريق الدفاع الحسني الجديد اللي بعد 7 دورات يعني لم يتمكن من تحقيق نتيجة الفوز. يمكن هذا الاستعصاء هذا يمكن انه اللي غيجاوبنا عليه هو جمال السلامي. جمال السلامي يمكن انه من الفرق اللي كيعرفها كثير، يمكن انه واحد التجربه ديالو كانت كافيه، ولكن كنظن انه الظروف ماشي هي نفسها اللي يمكن انه رجع فيها جمال السلامي. صحيح. لحد الساعه الامور يمكن انها مستعصيه. الدفاع الحسني الجديد اللي يمكن انه في المواسم الاخيره كان دائما من الفرق اللي يمكن انه في واحد الفتره من الفترات كانت كتنافس على البطوله، فاز بكاس العرش مع بن الشيخه. الان فريق الدفاع حسين جديدي، المهم كاين واحد الاستعصاء ديال الناتج، كاين بطبيعه الحال كاين غياب حدراف، رحيل حارس زويل العروبي، وسبق السلامي شار لها في الحوار معه بانه يمكن انه ماشي نفس التركيبه البشريه. بطبيعه الحال هناك تغيير، هناك تشبيب، يمكن هناك جيل، يمكن انه خصو الوقت الكافي. كاين ملاحظه اخرى كذلك انه الوداد رغم انه ما لعبش الدوره فهو المتصدر وبفارق نقطتين، هذا يعني انه الوداد ضامن الصداره ديالو. لو سمحتوا لي سريعا جدا، مثلا كنعملوا تقييم سريع للدوري المغربي، تهم التحكيم. نعم. اتمنى يكون تركيز من الحكام، لانه لاحظت كما لاحظ الكثير انه تم الاعلان واحد النسبه مئويه كبيره من ضربات الجزاء اللي تم الاعلان عليها. نعم. الى حدود الدوره لم تكن صحيحه، فنتمنى انه يكون تركيز كبير من الحكام على هذه النقطه. نتمنى ذلك. نذكركم اذا المشاهدين الكرام بلقاءين المؤجلين، مباراه الرجاء البيضاوي ضد المغرب التطواني يوم الثلاثاء، ويوم الاربعاء حسنيه اكادير تستقبل المتصدر الوداد البيضاوي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليله في الجزء الثالث والاخير من الماتش واللي غنخصوه للحدث نهايه كاس العرش يوم الاربعاء ما بين حامل اللقب الفتح الرياضي واولمبيك خريبكا. خليكم معنا. إذا نهائي كأس العرش على بعد أيام، وفيه سيتنافس كل من الفتح الرياضي البطل للحفاظ على اللقب ديالو مع أولمبيك خريبكا الباحث عن كأس غابت عنه ولعشر سنوات. مواجهة قوية غادي يحتضنها ملعب طنجة الكبير اللي يحتضن لأول مرة في تاريخه نهائي الكأس الفضية. مزيد من التفاصيل في هذا الروبورتاج. الفتح الرباطي وأولمبيك خريبكا يضربان موعدا في المباراة النهائية لكأس العرش لموسم 2014-2015 بالملعب الكبير لمدينة طنجة. الفريق الرباطي هو حامل لقب الموسم الماضي والمتوج بالمنافسة 6 مرات منذ إحداثها. أما أولمبيك خريبكا فيعود آخر تتويج له إلى موسم 2005-2006، هو الوحيد في سجله ضمن منافسات كأس العرش. الخريبكيون ينتظرون مباراة ليست بالسهلة. منافس قوي واللي كيلعب كرة حديثة، يعني كما عرف الجميع يعني كان كيقول أن فريق الرجاء غيفوز بمقابلة وغيدوز النهائي، يعني شفنا فريق الفتح اللي منظم وعرف كيفاش يفوز على فريق الرجاء اللي فريق كبير، يعني حنا ما ندخلوش باش ندخلو باش نلعبوا كرة ونحتاطوا من هذا الخصم هذا ونحاولوا نفوزوا بهذا اللقب إن شاء الله. سجل كل فريق في المنافسة قد لا يشكل امتيازا لطرف على حساب الآخر. كأس العرش لها منطقها الخاص، والحظوظ غالبا ما تميل كفتها لمن يكون مستعدا في الموعد المحدد. المباراة النهائية ما كتلعبش كتربح، وإن شاء الله نتمنوا نحققوا هذا اللقب إن شاء الله اللي نزيدوا في الخزينة ديال الفريق أولمبيك خريبكا. نعز من ان شاء الله باش نحققوا هذا الكاس الغالي على الفريق اولمبيك خريبكا، وان شاء الله كاع اللاعبين ولا الستاف التقني ان شاء الله عازمين باش نربحوا الكاس الفضي ان شاء الله.
بلوغ المباراة النهائية لم يكن أمرا هينا على الفتحيين. أبناء وليد الرجراجي كانوا الأقرب إلى الإقصاء بعد هزيمة أمام رجاء في ذهاب النصف النهائي بثلاثة أهداف لواحد. في مباراة الإياب بالرباط جرى تدارك الأمر بتأهل مثير. فرغم أننا كنا منهزمين في لقاء الذهاب في مدينة الدار البيضاء بثلاث أهداف لواحد، فكنظن أننا رجعنا في النتيجة في لقاء الإياب. اللاعبين كانوا قدموا لقاء في المستوى، الجماهير كنشكرها هي كذلك اللي ساندتنا، فالحمد لله كيف قلت لك بلينا البلاء الحسن وكنا في المستوى وحققنا الحمد لله التأهل النهائي اللي كنتمنى أننا نفرون ونحافظوا باللقب ديالنا الموسم الثاني إن شاء الله. فتنظن أن الفريق غادي يلعب على باش يدافع على اللقب ديالو وباش يحافظ عليه، وتنظن أن الروح الرياضية غادي تكون هي اللي غادي تكون سائدة في هذه المقابلة ما بين جوج فرق اللي في المستوى واستحقوا التأهل إلى المباراة النهائية. أن يدخل فريق مباراة نهائية بصفته حاملا للقب ليس بالضرورة امتيازا، يكون ضغط عليك باش انك تبقى ديما محافظ على اللقب ديالك، خصوصا لعبنا مع فرق اللي في المستوى خصك يعني تفوز عليهم وتفوق عليهم مع الضغط. الحمد لله توفقنا لحد الان، حنا طلعنا النهائي، كنتمنى ان شاء الله باقي مقابله اخيره هي اللي غتحسم لنا واش اننا نحافظوا عليه ولا ما نحافظوش عليه ان شاء الله. هذه فرصه لنا باش ندخلوا في التاريخ ديال هذا الفريق الكبير، نتمنى ان نكونوا من الفرق القليله اللي حققت جوج المرات كاس العرش متتاليه. تنحترم فريق اولمبيك خريب كاع كيف ما تنظن تاول تحترمه، لكن مقابله نهائيه فهي تتخضع لبعض الجزئيات اللي ما خصناش يعني نبطوا يدينا فيها. نتمنى نكونوا تكتيكيين حاضرين وسيرتو ذهنيا. الصعيب حققناه في الدومي فينال، نتمنى ان شاء الله الامور تمشي في صالحنا في هذه المقابله النهائيه ونحرزوا هذه الكاس الغاليه على جميع المغاربه. المتوج بالكأس لن يكون وحده من سيدخل التاريخ، فملعب طنجة بدوره سيسجل التاريخ لصالحه أنه استضاف مباراة نهائية في 18 من نوفمبر في العام 2015. إذا ملعب الكبير بطنجة يحتضن لأول مرة في تاريخه لقاء نهائي لكأس العرش، وهذه تكون ثاني مرة لمدينة البوغاز اللي كتحتضن فيها نهائي كأس العرش. في 76 يعني ملعب مرشان كان يعني احتضن لقاء النهائي، واللي من الصدف ما بين الفتح وفريق الخميسات، وانتهت المباراة بفوز فريق الفتح الرياضي. شفنا في الروبورتاج أن ليس بالضرورة حامل لقب يكون عنده امتياز، هنا كنتكلم على فريق الفتح الرياضي، ماشي بالضرورة كذلك آخر مواجهة كانت ما بين الفريقين قبل أسبوع يعني رجعت وكان فيها الفوز لفريق الفتح الرياضي، ماشي بالضرورة كذلك يكون آخر مواجهة تكون ما بين الفريقين في نهائي كأس العرش عام 95 انتهت لصالح فريق الفتح الرياضي. واش هذه المعطيات كلها سي محمد سهيل كيدخلوا يعني في الاعتبار وحنا كنحضروا لمباراة نهائية اللي تكون كذلك ربما فرصة بالنسبة للفريق أولمبيك خريبكا يعني ياخذ الثأر ديالو في كل ما ذكرنا من قبل؟ لكن أول شيء كنهنيو الفريقين وصولهم للمباراة النهائية، هذا في شرف كبير للفريقين، في انتظار إن شاء الله أنها تكون مباراة في مستوى يليق بتلك الكأس ويقدموا لنا مباراة جميلة. كل ما قلته بالفعل هو صحيح، لكن من زاوية ربما من زاوية الفنية أنه ربما كرويا كتحسب أنه فريق الفتح أفضل كرويا كأداء، وصلنا نعرف أن الفترة الأخيرة تشويش كبير وقع اللاعبين ديال أولمبيك خريبكا لأن ثلاث هزائم منذ يعني تم تأكد من وصول الفريق إلى المباراة النهائية، ولاحظنا أن الفريق ضاع أنه ثلاث هزائم تشير الى ذلك. ومن حتى الفريق ديال الفتح الرباطي الوصول للمباراه النهائيه كان بصعوبه بالغه، ربما يعني كان فقط الاهداف التي يسجل مثلا ضد الجديده كان هدف لمثله في الجديده، صفر لمثله في ايضا مع النادي القنيطري كانت الهزيمه بهذا الانتصار بضربات، يعني كانت معاناه كبيره، انما سيكون شيء اكثر من رائع بالنسبه لوليد ركراك. اذا اقول كرويا
ما يقدمه الفتح افضل مما يقدمه، لكن تكتيكيا اعتبر انه العجلاني اقوى، لانه نتكلم عن المدربين التوانسه دائما هناك الفكر الايطالي وطريقه التعامل، لانه راينا منذ يعني العجلاني مع الاولمبيك خريبكا دائما فريق يعرف كيف يتعامل مع المباريات. اذا مباراه 50-50، لكن ما يهمني انا شخصيا نشوف مباراه جميله. اذا 50-50 هذه المواجهه ما بين الفتح واولمبيك خريبكا والمدرب ديالها السي احمد العجلاني، اقل من سنتين كانت كافيه اذا للمدرب التونسي احمد العجلاني ليعيد فريق اولمبيك خريبكا للواجهه من جديد بعد سنوات من المعاناه، عوده يعني توجها مركز الوصيف في البطوله الاحترافيه، واليوم طموح يعني كيبقى هو معانقه كأس العرش وترك بصمة في كرة القدم المغربية. أحمد العجلاني ضيف الماتش في فقرة الكوتش. عندي صاحبي خدمت معه قبل في الامارات وفي السعوديه مع الملاعبيه خاصه المغاربه اللي دربتهم، عزيز الشافعي، وكانت الفرصه باش تعرض عليا باش نعمل اون اكسبيريونس في المغرب. انا صار لي تقريبا قرابه 20 سنه في الخليج في السعوديه وفي الامارات، خرجت من تونس من تقريبا 94، جات الفرصه باش نجربوا في المغرب، وكانت معناها بدايه صعيبه مع خريبكا. كانت عندي معناها غرفه ملابس نقيه، معناها مهمه جدا بالنسبه لي كمدرب اللي بتكون غرفه الملابس نقية وتساعد وكان فيه بطبيعة الحال الحماس، وكان الهاجس والخوف نتاع الموسم اللي قبله، ذاك علاش بدات كما يقولوا بالفرنسية لابتي فيا او مونجون، معناها بدينا وقت اللي بدات تجي الانتصارات وبدات الفريق خدمنا في هدوء، والحمد لله تمكن الفريق باش يكمل وصيف للبطل. موسم كبير، الأهداف كبيرة، الطموحات أكبر، والإمكانيات محدودة جدا. معناها كنت نطالب باش ندعم الفريق وطلبت 6 ولا 7 لاعبين، ما جبنا لا 6 ولا 7 ولا 1 ولا 2، معناها ما عندناش الإمكانيات. نزيد جميع لي زانغريديون اللي موجودين باش الفريق ما ينجحش كلها موجودة. ما عندناش ملعب فين نتدربوا، نعاني ونقاسي في ظروف نتاع تمارين معناها اقل ما يقال عنها، اللي هي نتاع تقريبا مستوى درجه ثالث. الطموحات كبيره جدا لكن الامكانيات ضعيفه جدا. في البطولات الاوروبيه يعيشوا في 100 سنه احتراف، احنا 5 سنين، دائما الموسم اللي تعدى افضل من الموسم من اللي قبله، دائما ثم برمجه اللي قاعده معناها قاعده تتحسن. ثم الحضور الجماهيري، ثم الحضور الاعلامي قاعد مميز جدا. تبقى شويه الملاعب مازالت بالرغم اللي السنه شفنا ملعب وجده ولا ملعب طنجه، معناها زادوا دعم النوعيه نتاع الملاعب. الحضور الجماهيري مزيان، شوفوا ميزه كبيره في الكره المغربيه توا، اللي تقريبا ثم 6 7 لاعبين افضل لاعبين في الدوري اللي هما بعد 32 و33 سنه. معناها اللاعب لازم ينتبه يبدا عمره الرياضي، نحاولوا باش قلنا توا بعد 30 نحاولوا باش يكونوا اقرب ما يمكن لل 25 لل 24 سنه، باش تكون حياه الملاعبي والطموحات نتاعو دائما تتجدد تتطور وطموحات تكبر. معناها يكون اوبجيكتيف تاعو باش يكون اساسي في فريقه، وبعد في منتخب المحليين، من بعد في المنتخب الاول، من بعد باش يمشي يلعب محترف في بطولات اوروبيه. معناها لازم يكون العقليه احترافيه، ما تكونش عقليه بسيطه اللي انت باش تستلم راتب وكاو.
خريبكا حسيت بروحي بنيت شيء معناها، ونحس اللي معناها العلاقه كبيره، ونحس اللي انا لو خرجت من خريبكا الفريق باش يوقع له، باش توقع له هزه. هذاك علاش فضلت باش نواصل، بالرغم اللي انا كنت متوقع اللي احنا باش نعدي موسم صعيب، كنت متوقع اللي سنا السوربريز انتهت مع مناول، الناس كل سنا بتنتبه لك، معناها الفرق الكل صارت متحضره ليك. نحترم جدا الجماهير وخاصه ثم صغار اللي يزيدوا يحملوني مسؤوليه اكثر. مش نقول لك نكتب انا تعديها ولا ما تعديهاش، مره اخرى امراه شاقه في الطريق هي ولدها، وقفت قعدت نستنى فيها حتى تتعدى، شافتني قالت لي تحياتي سي العجلاني، هذه قتلتني انا. معناها ثم مسؤوليه كبيره، الناس عندها فيك مسؤوليه كبيره، وانا ذاك هو اللي قلقني. معناها وقت تبدا الناس عندهم فيك ثقه، لازم انت تسعى وتجتهد باش تعطي افضل ما عندك لارضائهم، ولا باش توصل لهم الفرحه نتاعهم. 9 علاش مش 7؟ علاش مش 8؟ إذا سعود فؤاد جلال، هذا لغز في نهائيات كأس إفريقيا الأمم 2004 كانت تحت الفرصه باش ندوز تقريبا شهر مع هذا هو التساؤل ربما ديال الاخوه التونسيين ديما كيتسائلوا علاش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 علاش ما يقولوش 9؟ ولحد الان يعني ما لقيتش الجواب، لان منذ الان 11 سنه باقي ما لقيتش الجواب. وحتى يعني عجلاني باقي ما لقى الجواب. سي محمد، يعني كانت هناك الكثير من النقاط تكلم عليها احمد العجلاني، ومن بين النقاط ان اللاعب في البطوله المغربيه ولاحظناها اليوم كنلاحظوها ما كينضج يعني حتى 29 30 31، وقال ربما الهدف اليوم هو يكون هذا النضج، ربح واحد 5 سنين ويولي اللاعب ما بين 24 25 سنه يكون في القمه ديال المسار. كلام سليم، لانه ديما هناك هشاشه نفسيه، وهذا الامر لا نهتم به خصوصا على مستوى الفئات الصغرى، لانه من المفروض انه يطلع اللاعب في الفئات الصغرى يطلع واعي وقوي الشخصيه، ويطلع واعي حتى فيما يخص نظامه الغذائي، امور كثيره هذه معروفه. نعرف انه حتى بالنسبه لمراكز التكوين في اوروبا علينا انه ننقلوا، حنا تعودنا ننقلوا على الاقل ننقلوا اشياء اللي غتهم هذا، لكن هذا الامر بالفعل الملاحظه ديالو في محله، لان كنشوفوا النقاش البزغودي مجموعه لاعبين هما الباركي، هما لاعبين اللي تميزوا بداوا كتظهر الاهميه ديالهم بشكل كبير، برغم انه تجاوزوا في وفي منطق الاشياء في منطق نتكلم في كره القدم انه بمجرد ما تجاوز 30 سنه من المفروض انك تلقى مشاكل، لكن هناك يعني نظام خاص لها هؤلاء اللي يسمح لهم انهم يعني يكونوا في المستوى. ربما المشكل المطروح ايضا جلال انه الفرق لحد الان باقي ما كنشوفوش مدربين اللي يعطيو يكونوا جريئين ويقحموا لاعبين يبداو في سن 18 سنه مع الفرق. كنشوفوا هذا الشيء في البطولات الاوروبيه، فرق كبيره كريال مدريد كبرشلونه كباريس سان جيرمان مثلا كيعطيو المفاتيح للاعب لاعبين شباب 17 18 سنه، هذا الشيء ما كنشوفوش. حنا اللاعب عنده 24 سنه كيقول لك اللاعب الشاب، هو عنده 24 سنه في الوقت اللي ميسي في 24 سنه ديال الكرات الذهبيه. فهذا هو التساؤل المطروح، يجب ان الفرق تكون شجعان، المدربين يكونوا شجعان انهم يقحموا لاعبين، لان اللاعب اللي كيبدا في 18 سنه غيوصل لمرحله النضج في 24 ولا 25 سنه. فاذا دخلتي في 24 سنه الضغوطات ديال الاداره وديال الجماهير، لان الجميع يرغب في النتائج، وبالتالي انه الجميع يرغب في الجائزه، وهذا هو الطريقه باش نربحوا لاعبين محمد سوري. وهذا موضوع نرجعوا له في حصه قادمه ديال برنامج الماتش اليوم، وعلى غير العاده يعني فقره الكوتش فيها جوج ديال المدربين، الاول سمعنا له سي احمد العجلاني، الثاني هو الخصم ديالو في المباراه النهائيه وليد الركراكي، وليد المدرب الشاب وفي ثاني موسم له مع الفتح الرياضي، كيطمح للحفاظ على اللقب ديالو بطل لكاس العرش. كيفاش جات العوده للمغرب وشنو هي الطموحات ديالو مع فريق الفتح واشياء اخرى في فقره الكوتش، واعاده لهذا الحوار مع وليد الركراكي. نتابعه.
جوست روتور دي شوز نرجع في بلادي باش نرجع ان بو ليكسبيريونس اللي كانت عندي في لوروب دو مون اكسبيريونس بروفيسيونيل دي زونترينور كو جي بو كوتواي وباش حتى هنا ولا بحال اللي كنقول ديما ولا نقدر نزيد غير 1% دو سكو جي ابري ce sera déjà beaucoup et c'était une chance pour moi et c'est mon pays qui me l'a donné pour entraîner. Maghreb qui est capable d'y là c'est pour moi c'est mon pays j'ai de bons souvenirs ici de West Mahom l'opportunité de jouer avec l'équipe nationale تاعي عاونتني بزاف وما لي حتىولي l'opportunité نلعب des compétitions internationales et je pense que j'essaie toujours de tout donner quand j'étais en équipe nationale. Au Maghreb, taf la carrière ديالي إما de joueur, إما d'entraîneur, دابا هي اللي كتحط لي كلشي. بالنسبة لي اللي حطت لي أكثر من اللي أنا اللي حطيت لها، واخا ديما كنت كنقاتل في ليكيب ناسيونال، جي با أنكور روندو تو سكو جو ديفي أ مون بيي. ديما لي جوار سي فغي ما كنفكروش على بخي كارير. هاكا أنا ديما جيتي تخيز انتيريسي باغ الترافاي دونترينور، ديما كنت كنشوف لي زونترينور ديالي كيفاش كانوا كيخدموا، لا مونتاليتي ديالهم. Et ça m'a toujours intéressé. Et j'avais déjà en Bali, moi, à la carrière, un entraîneur. Donc, j'ai préparé mon après-carrière au CAFT, pour commencer les diplômes d'Elif, la région parisienne, pour gagner du temps. C'est pour ça que j'ai été plus précoce que certains, parce que j'ai anticipé. J'ai un très bon ami à moi, qui est entraîneur à l'AS Rome, qui est Rudy Garcia, qui est déjà à Lille. دونك كان باغي يجيبني بالحق الحمد لله جات لوبورتينيتي من لا فيدراسيون باش ندخل في الستاف دو رشيد طوسي اي سا لونسي ما كارير دايور جو ريميرسيري جامي اسي اي لا فيدراسيون اي رشيد طوسي ما باغ دوني سيت شانس هو ساهل سي ديجا ان كونت دي كونت سان اون ديباس با البودجي اللي عندنا اون سو دوا سو بات كونتر دي بودجي بلوز ايلفي مي اون دوا ايتر بيرفورمون خصنا في لي بروميي شامبيونا مالغري كي دي كلوب كي سوا بلو بيرفورمون او نيفو بيدجيتير سي فورمي دي جوار دو ليكول دو فوت العام اللي فات خرجنا براتيكمون 6 ولا 7 جوار من ليكول دو فوت زايدين في 95 96 و 94 اي سي فورنير بوركوا با لي زيكيب ناسيونال بلو تار دو بار نوتر ايكيب اي سي دتر اون دي ميور زيكيب في شامبيونا اي ان شاء الله ا تيرم غاني الشامبيونا et être une valeur sûre IMAF championnat du Maghreb IMAF la coupe d'Afrique. Alhamdoulillah, ça fait toujours plaisir parce que voilà, quand tu as la carrière d'Elek déjà par un palmarès, un Akanaraf, c'est pas facile pour un entraîneur pour faire des titres. Donc voilà, moi dès ma première année, j'ai remporté un titre, c'est plaisant. Ça m'a permis un Lili pour mettre mon nom au Botola au niveau du public marocain. Je connais qui عارف Walid Regragui le joueur, dabba qui عارف Walid Regragui l'entraîneur. Il faut confirmer. Comme je dis à mes joueurs, dis-moi, il faut confirmer. C'est à moi de faire valeur d'exemple. Il faut que je confirme cette saison, même si c'est la plus difficile. Mais on est ambitieux. J'ai les dents longues. Les joueurs d'Ali ont les dents longues et le club a les dents longues. Donc voilà, on va travailler, mais on a les pieds sur terre. Quand Arfo championnat est con, mais si c'est là de l'âme, mais on va se battre pour poser des difficultés à tout le monde. On se balaye la Coupe d'Afrique 2004, hein, c'est un souvenir extraordinaire. Malheureusement, ça l'est par une déconvenue. On a perdu la finale. Quand est à l'Aïdna, on a toujours des regrets. C'est pour ça qu'une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Mais ça a été un bon souvenir pour les supporters marocains. Ça a été un bon parcours, une nouvelle génération qui arrivait. Mais à l'arrivée, malheureusement, une grande équipe nationale sur du long terme. Et depuis, malheureusement, ça a été tout le contraire. اذا وليد الركراكي من المدربين الشباب اول موسم لقب والان هو يقود فريقه للمباراه النهائيه للمره الثانيه على توالي الكاس العرش
يعني هناك تقدير خاص لهذا المدرب الشاب، يعني في اول موسم فرض نفسه بشكل كبير. محظوظ اقولها، وهذا لا يعني لا ينقص من قيمه هذا المدرب، انه يشتغل في فريق الفتح، فريق بدون ضغوطات، فريق قريب من الاحتراف. فان يفوز في حاله فوزه يوم الاربعاء بالكاس المره الثانيه غيكون شيء رائع جدا. الجميع يتكلم على الفتح على الطريقه ديال اللاعب ديالها، يتوفر على لاعبين جيدين. فقط نقطه اقولها بخصوص وليد وخصوص الفتح، خصوصا تتعلق بما قدمه الفريق خلال هذا الموسم، خصوصا على ارضه. ربما لديه انتصارين خارج ملعب، لكن على ارضه هذا الموسم ربما شي 7 مباريات لم ينتصر الا على الرجاء في الكاس وفي الدوري، غيرها ضيع نقاط كثيره. اتمنى بعد نهايه مباراه يعني الكاس اللي كنتمنوا فيها التوفيق ليس فقط لوليد الركراكي بل ايضا العجلاني ما بين الفتح وما بين اولمبيك خريبكا، انما يتم التركيز. ربما يتوفقوا بجوج، نتمنى التوفيق اليوم على سوف نهني الذي يفوز، انما فقط انه يبدا التركيز ايضا لانه لديه فريق بلاعبين جيدين، انه نشوفوا الفتح ايضا من الفرق اللي كتصارع على البطوله. ونتمنوا اذا المباراه النهائيه اللي تلقى يعني المستوى التطلعات كذلك. حنا اليوم في الماتش دايرين السولد، يعني في جميع الفقرات مضوبلينها، فقره الكوتش مع مدربين العجلاني وكذلك جلال مدرب دو بور لو بري دو بور لو بري زعما خذ فقره شري فقره عندك جوج. وفقره البورتري اليوم كما قلنا وعلى غرار فقره الكوتش غادي يكون فيها جوج لاعبين، واحد من الفتح، واحد هو نجم اولمبيك خريبكا والمنقذ ديالها ابراهيم البزغودي، واللي يعني رغم بزاف من العروض اللي جاوها الا انه يعني بقى في صفوف الفريق ديالو. المشوار بدا مع نهضه بركان، فاولمبيك خريبكا، اولمبيك اسفي، ثم العوده لاحضان الفريق الخريبكي اللي توج معاه سابقا بلقب كاس العرش، ويتمنى ان يكرر ذلك يعني بعد عقد من الزمن. بورتري بزغود. بعد الألعاب المدرسية فكان نادى عليا واحد المدرب اللي سميتو سي إبراهيمي، فمن بعد التحقت بالفئات الصغرى ديال فريق نهضة بركان ودرجت مع الفئات ديالو حتى وصلت للفئات الكبار، من بعد قضيت معاه موسمين. من بعد فريق نهضة بركان فالتحقت بأولمبيك خريبكا اللي قضيت معاه واحد 4 مواسم اللي كانت ناجحه، فكانت بإعاز من اللاعب اللي كان معايا هو اللي سمير فالح، هو اللي كان السبب في الالتحاق ديالي بفريق اولمبيك خريبكا. فالحمد لله تكلت بالنجاح، حققنا فيها لقبين مع الإطار الوطني السي مصطفى مديح. فمن بعد كان التحاق فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي قضيت معاه موسمين رفقة الإطار الوطني السي جمال السلامي، فكنا قاب قوسين عدنا من حق اللقب في الموسم الأول. فمن بعد كانت الإصابة فانتقلت لفريق أولمبيك أسفي، اللي صراحة هذا الفريق عنده واحد الفضل كبير عليا، حيث نقدر نقوله هو اللي استطاع رجعني المنافسة. فكان المدرب سي عبد الهادي السكيتيوي اللي بهذا المناسبة كنتمنى له الشفاء العاجل والعودة للميادين. فبعد موسمين تمت المناداة عليا من طرف اولمبيك خريبكا، فالصراحه لبيت النداء وجيت جيت باش ان شاء الله نقدم واحد الدين لهذا الفريق اداه ليا. فالصراحه الفريق اللي كان في 2006 فكانوا لاعبين اللي في المستوى، كانوا كما نقولوا في الطوب ديالهم. فالان فريق شاب في اطار التكوين، فنتمنى انه يخليوا ليه الوقت مع الاطار التونسي السي احمد العجلاني، غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. باش تفوز مع فريق كما نقولوا اولمبيك خريبكا ولا اي فريق اخر من غير كما نقولوا فرق تقليديه، فنقدروا نقولوا ان هذاك اللقب كيساوي 10 ديال الالقاب فريق الرجاء ولا فريق الوداد، بحيث ان
حتى واحد ما كيكون لم كما نقولوا اهلك ولا مرشحك انك تفوز اللقب، فكيكون داك الشيء عن جدار واستحقاق، والحمد لله كانوا كيبقاو للذكرى هذوك لقبين. اي لاعب ولا كيطمح انه يولج عالم الاحتراف باش يطور المستوى ديالو، فاعتقد ان هذه اقدار مشيئه الله، والحمد لله انا كنقدم داك الشيء اللي في الاستطاعه ديالي، وكنخليو الاقدار هي اللي تحكم. المنتخب الوطني هذا حلم اي لاعب، الا هو كيلعب كره هو كيطمح انه يمثل البلاد ديالو ويمثلها احسن تمثيل. فالحمد لله انا كنقوم بالعطاء وبالمجهودات ديالي مع الفريق، وانا مستعد لحمل قميص المنتخب الوطني. إذا لاعب إبراهيم البزغودي، لاعب التجربة، لاعب الخبرة بالنسبة لفريق أولمبيك خريبكا، فريق الفتح ممثل في هذه الفقرة ديال البورتري بالمدافع ديالو اللاعب محمد الناهري، مدافع بحس هجومي قادم من فريق الدفاع الحسني الجديدي، طموحاته كبيرة مع الفريق الفتح، والهدف الأول طبيعة الحال هو التتويج بكأس العرش للمرة الثانية على التوالي، ومن ثم المنافسة لما لا على لقب البطولة الاحترافية. الهدف ديالي مع فريق الفتح الرباطي هو نحقو الألقاب إن شاء الله، وكنتمنى نزيد نعطي في هذا الفريق حيت يستاهل كل خير، لا من الطاقم التقني ولا من الإدارة ديال الفتح الرباطي. كنتمنى إن شاء الله باش نزيد نعطي ونكون ديما في الطوب ديالي إن شاء الله. المدرب جمال السلامي هو اللي عارف الامكانيات ديالي، حتى دس معاه في الفريق الجديدي، يعني هو اللي طلعني ليكيب بروميير وعارف المؤهلات ديالي، هادشي علاش اختاريت الفتح الرباطي. بطبيعة الحال فريق الفتح الرباطي كيتكون على جميع الامكانيات، يعني تنظن احسن فريق في المغرب، هذه بالنسبه لي انا. كنتمنى ان شاء الله باش نزيدوا في العمل ديالنا ونزيدوا نحققوا ان شاء الله نتائج ايجابيه ان شاء الله. المباراه ما غاداش تكون سهله، حنا كنعرفوا لعبنا السيمانه اللي فاتت لعبنا مع فريق الخريوكي وربحنا بجوج لواحد، وكنتمنى ان شاء الله ندوز المباراه ديال الفينال في اجواء مزيانه ونحققوا ان شاء الله اللقب. الكراكي طموح كيبغينا الخير بزاف، لا في داخل الميدان ولا خارج الميدان، يعني فحال صاحبك فهمتي. وثاني حاجه بغيت نقول هو السي وليد الكراكي ولد الناس بزاف، حنا كنحسوا بريوسنا كنزيدو كنبغيو نشاهدو حيت معانا السي وليد، كنبغيو نعطيو الماكسيموم في رقعه الميدان ولا في الخارج في خارج الدومين ديال الكره. إذا هاد النقطة اللي تكلم عليها محمد الناهري مدافع فريق الفتح الرباطي كيقول، يعني وهي يعني نقطة مهمة في كرة القدم، وانت اللي لعبتي لمدة سنوات طويلة، انك يعني العلاقة ما بين المجموعة والمدرب كتكون عندها يعني أهمية كبيرة، ربما بعض المرات ماشي غير ربما دائما حتى على مردود الفريق. قال يعني وليد الكراكي بحال صاحبك، يعني وليد حنا كنبغيو نعطيو اللي عندنا لان هذاك السيد ظريف بزاف. تقريبا كل اجيال كره القدم ممكن انها تكلمك على هذه النقطه، انه بالفعل
انا شخصيا يعني كتجربه متواضعه كثير ما كان هذا الامر انه بالفعل كتحس انك كتلعب وباغي مثلا تسجل باش يتعانق هذاك المدرب. لماذا؟ لان هذاك المدرب يعاملك او يعامل المجموعه بواحد الطريقه اللي فيها الكثير من الاحترام والكثير من الاخلاق. شيء الجيد ربما انه عامل سن، حنا كنعتبروا انه وليد الركراكي اذا اللاعب معتزل اعتزل كره القدم ربما 4 سنوات 5 سنوات الاخيره ربما اقل لانه اشتغل ايضا مع المنتخب، فهذا ايضا انه قريب في السن. لاعب ممكن انه لاحظنا انه ما زادش في الوزن، فشي طبيعي انه يمارس معهم. وانا ايضا سبق لانه كنت كنمارس، فلما تمارس مع اللاعبين ديالك وتظهر قيمتك الكرويه فكيصير يصبح لك احترام كبير. فالناهري انا سبق تدربته مع منتخب الشباب، لاعب رائع جدا ممكن انه يلعب في مراكز متعدده وايضا حتى الكره الثابته. ما قاله اكيد انه بالفعل، وكاين المدربين للاسف كتحس بانه ماشي معناتها انك كتخاذل، لكن ربما كتسجل كتمشي تعانق ناس اخرين ربما انه كتقوم بالعمل ديالك لكن كتحس بانه العلاقه ماشي علاقه انسانيه. لما تكون العلاقه فيها انسانيه وفيها الاحترام، فيها الاحترام بمعنى انه ماشي انه قريب من اللاعبين يعني انه صديقهم بمعنى انه ممكن يدير، لا كتكون صديقهم لكن وقت العمل وقت العمل. هشام، هو باش يتفهم يمكن السياق اللي جا فيه الكلام ديال الناهري غنقول واحد الكلمه اللي عندها علاقه بالكواليس، واحد المعلومه. هو الناهري قبل ما يجري الحوار يعني اللاعب الوحيد اللي بقى من بعد التدريب شادو الركراكي، اللاعبين مشاو يمكن انهم مستودع باش لا كان جالس معه في الملعب بواحد الطريقه اللي يمكن انهم كجوج اصدقاء ويمكن كانوا كيهضروا في شي موضوع خاص، اللي يمكن انه الركراكي اختار الناهري لانه كان عنده شي موضوع خاص اللي كان كيهضر معاه، يعني كانوا بحال جوج اصدقاء كيهضروا. وتاخر باش انه يجي لانه الركراكي كان عنده شي حديث معه خاص، اللاعبين مشاو المستودع باش يمكن انه ياخذوا الدوش ديالهم، ولكن الناهري يمكن كان ديك تحت التاثير ديال اللحظه كان باقي داير المفعول ديالو في الناهري. وكما قلتي السي سهيل يمكن انه ديك العلاقه في هذاك القرب اللي كان بان، ويمكن الناهري بغى يعطي واحد الشهاده ديال الاعتراف حق الركراكي. وكانت باقه مأثرة فيه لانه ما كانش واحد 10 دقائق ما بين اللقاء اللي جمعوا بين الركراكي والوقيته اللي جرى فيها الحوار. ربما يكون غادي فقط باش نعزز الكلام ديال السي سهيل، ربما نسالوا حتى السي سهيل حول المقاربه ديال المدربين، يعني كاين هناك مقاربتين على حسب الراي ديالي المتواضع حول ان كاين مقاربه ديال المدرب اللي كيقترب من اللاعبين، كانت هناك وكاين اللي كيكون يعتمد على اسلوب اخر، اسلوب يا اما يعني انه كيكون صرامه. كنشوفوا مدربين هذه الصرامه كابيلو كمورينيو، لكن ليس معناه انه الطريقه جيده وهناك طريقه هي قرابه تنجح مختلفتين. نعم، كل واحد كيختار الطريقه ديالو وكل واحد كيختار الفريق اللي يشجعه. بالنسبه للجماهير الفتح والاولمبيك خريفكا فكلاهما يعني كيتمناو فوز الفريق ديالهم باللقب، طموح مشروع لجماهير يعني اللي ما تخلعهاش المسافه باش تكون حاضره في ملعب طنجه باش تآزر وتدعم الفريق ديالها. خليكم مع ميكرو الماتش. بالنسبه للمقابله النهائيه ان شاء الله في طنجه هذه الساعه راه كنوجدوا ان شاء الله يكون شي تنقل من مدينه الرباط. من هذا المنبر تنطالب الجماهير ديال مدينه الرباط، جماهير الفتح الرياضي الرباطي، باش يتنقلوا ويكون واحد الحضور في مدينه طنجه ترى الكاس السابعه ان شاء الله. الفتح الرياضي الرباطي كما تنعرفوا فريق عريق وجاب الفوز على فريق الرجاء الحمد لله، وان شاء الله يكون كل خير في مدينه طنجه. فريق الفتح الرباطي غادي يتفوق على فريق خريبكي وان شاء الله يكون خير. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون كاس العرش زعما من احسن كؤوس العرش اللي لعبت فريق الفتح ان شاء الله هذه السنه هذه، بالمعيه ديال الاخ المدرب المحترم السي وليد الركراكي، والاخوان راه كلهم عازمين ان شاء الله الانتصار وما لا شيء الا الانتصار. اولمبيك خريبكا ناش اهلات لاكوب هذه السنه، فان شاء الله اللقب ديالنا ان شاء الله اللقب الثاني اللي غنضيفوا للخزينه ديال النادي اولمبيك خريبكا. شانظر اللاعبين فانهم واعي المسؤوليه اللي عليهم يجيبوا لنا الكاس يفرحوا مدينة خريبكا ان شاء الله ويفرحوا الجماهير الغافره شي حاجه الملاعب اينما حل ورشاحل. فريق فتح الرباطي فهو خصم قوي جدا، اولمبيك خريبكا غادي يدرسوا في هذه المقابله ونتمنوا الفوز ان شاء الله. هذا الشيء ما كينقص من اللعابه ديالنا اللي بكل صراحه حنا تايقين فيهم وكل شيء كيشوف الروح القتاليه ديالهم والرجوله ديالهم داخل الملعب. حنا عندنا جمهور واعر حضاري طريقه زوينه كنشجعوا الفريق ديالنا غنتبعوها لتشلطان ان شاء الله غنشجعوا الفريق. اما الفتح ما عندناش الجمهور غتكون ناقصه واحد شويه 50%، اما حنا غنكونوا 100% جايبين الكاس ان شاء الله باذن الله.
اذا كل واحد تايق في القدرات ديال الفريق ديالو بسرعه. برونوستيك ونبداو بك السي محمد سهيل. 50-50 كره افضل لدى الفتح، فكر تكتيكي وغدر، لان كنعرفوا العجلاني كيفاش يتصرف في المباريات، يعني كنقول 50-50 جزئيات صغيره كتلعب وهذا واضح في هذه المباريات من هذا العجل. انا ما نقبلش منك هذا البرونوستيك سويسري بزاف عليا. البرونوستيك بزاف. لا والله انا اتمنى، انا والله اقسم لك بالله نتمنى انه يكون المباراه 50-50 غنشوف ضربات الجزاء، شكون اللي غيربح في ضربات الجزاء؟ تكون مباراه جميله. فؤاد. نعم ربما كما ذكر يعني هناك تقارب في المستوى، لكن كيبقى فريق الفتح ربما عنده واحد النسبه ضئيله افضليه، نقدروا نعطيه واحد 60% و40% الفريق اولمبيك خريبكا، مع كامل احتراماتنا بطبيعه الحال للفريق الخريبكي والجمهور ديالو. هشام. الفتح في وضع معنوي احسن، لانه لا من ناحيه النتائج ديالو في البطوله، كذلك انه بصفته حامل لقب، الفتح عنده ضغط كبير، الهزيمه الثالثه على التوالي، فكنظن انه خريبكا عنده هزيمه ثالثه على التوالي، هذا غيشكل عليه واحد الضغط، ولكن مباراه كاس العرش المنطق ديالها بوحده. يعني قبل ما اعطي كذلك البرونوستيك ديالي نطلب من مخرج الحصه الحاج بايلي يعطيني كذلك يعني البرونوستيك ديال الفريق العمل ديال برنامج الماتش. انا ربما نضم صوتي للسي محمد سهيل، لان ربما الان فريق الفتح يبدو على الورق يعني هو الأقوى، لأن آخر نتائج ديالو انتصاره على الفتح حامل اللقب، لكن فريق أولمبيك خريبكا ربما أفجع بته الكثير. إذا كترجع كيف أولمبيك خريبكا؟ لا يعني كنقول لا يمكن سبب بسيط. لا ما يمكنش السي محمد وجلال، راه ما يمكن، هذه مباراة نهائية خصنا فائز، تاخذ المباريات ديال أولمبيك خريبكا السنة الماضية ولهذه السنة غتلقى في الكثير من المباريات يعرف كيف يلدغ وانتصارات في الدقائق الاخيره وبواحد الدكا كيعرف كيفاش يسير. اذا كترجع كيف اولمبيك خريبكا؟ لا خسرنا فارق، خسرنا كيدا الفارق، لا لانه تكلم عن الغيب اللقاء ما يخرجش التعاد ولا سي محمد ما يخرجش التعاد. اذا لقاء النهائي واللي غنخصوا له العدد القادم برنامج الماتش بالنسبه للزملاء التقنيين 5-1 لمن استعرفوا ذلك في العدد القادم لبرنامج الماتش، نلتقي يوم الاحد، الى اللقاء.